الأخ أيمن عودة حبيبنا رئيس القائمة المشتركة. بعدين الياس عماري وخلاص. سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، أخي الكبير أبو مازن، الإخوة على منصة الرئاسة، الضيوف الكرام، أيها المناضلون، أيتها المناضلات من حركة فتح الانطلاقة والثورة والتضحيات الجسام، فتح الشهداء والأسرى، فتح البناء، فتح عصب الحركة الوطنية الفلسطينية، وفتح قائدة حركة التحرر الوطني الفلسطيني نحو الدولة وعاصمتها القدس. أتحدث باسمي وباسم قيادة القائمة المشتركة. هنا بيننا أخي الدكتور جمال زحالقة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من أهم أركان القائمة المشتركة، ومعنا دكتور أحمد طيبي رئيس الحركة العربية للتغيير، من أركان القائمة المشتركة، ومعنا الإخوة الصادقون الصدوقون من الحركة الإسلامية المخلصون للقائمة المشتركة. لقد قررنا أن نذلل كل التناقضات الثانوية وهي عديدة في مواجهة التناقض الرئيسي وهو السياسة العنصرية الرسمية في بلادنا. خير الكلام ما قل ودل، خصوصا ينعقد مؤتمر فتح في ظل وضع دولي مرتبك وغامض وغير متوقع، في ظل عالم عربي يعيش أصعب مراحله، وفي ظل حكومة يمين متطرف يقف على رأس أكبر رافض للسلام نتنياهو. لهذا فمن فتح تعلمنا خاصة في الظروف الصعبة أن الاعتماد بالأساس على أبناء شعبنا. لهذا وخاصة في ظل هذه الظروف، وباسم القائمة المشتركة وباسم كل من حي، ندعو بكل حرارة وطنية إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية. فتح ليست السبب، ولكن فتح هي أم الولد. هكذا تعلمنا في رواية النبي سليمان عن أم الولد الحقيقية. لهذا فكما قرأت في أوراق المؤتمر رسالة الوحدة الوطنية وانهاء هذا الانقسام الذي لا يشبه شعبنا، من أجل تذليل كل التناقضات الثانوية وهي كثيرة في مواجهة التناقض الرئيسي وهو الاحتلال الإسرائيلي. الإخوة الكرام، لإنهاء الاحتلال ثلاثة عوامل أساسية. أولاً أداء الشعب الواقع تحت الاحتلال، نحن لا نتدخل في ذلك، نحن علينا أن نساند نضال شعبنا العادل ضد الاحتلال.
العامل الثاني هو الرأي العام داخل الدولة التي تمارس الاحتلال، والعامل الثالث هو البعد الدولي. بالنسبة للعامل الثاني، وهنا دورنا، أنتم لا تبدأون من 1% من الجمهور داخل الدولة التي تمارس الاحتلال، أنتم تبدأون مبدئيا من 20% وهم أهلكم. ولكننا نحن لا نريد أن نكون كتلة صماء، نحن نريد أن نؤثر، نريد أن نبني جسور مع قوى ديمقراطية وقوى سلام يهودية، لا نريد أن نحرق هذه الجسور. هذه مهمتنا الوطنية الأساسية تجاه أبناء شعبنا. نحن أقمنا القائمة المشتركة من أجل أن نلقي بكل وزننا حلال زلال لصالح أبناء شعبنا الفلسطيني. ومعنا قوى ديمقراطية يهودية نعمل على تعزيز العمل معها من أجل بناء مجددا معسكر سلام يناهض نتنياهو ويساند شعبنا في إنهاء الاحتلال. ونحن لسنا وحدنا، مين معنا؟ لدينا قيادة رشيدة، قيادة الوطنية العميقة يقودها الرئيس محمود عباس. أكثر ما يجننهم الآن لجنة التواصل بحارب محمد المدني، بدهن شياه يدخل لبلادنا، بدهن شياه يحكي مع يهود، بدهن شياه يأثر على حدا. إرهابي كبير، ما في عنا إرهابي دبلوماسي هنا. إرهابي كبير. والخطوة الأخيرة سيادة الرئيس بإطفاء النيران عن الكرمل. يا عم الكرمل لمين؟ مين قال وحيفا من هنا بدأت وأحمد سلم الكرمل وبسملة الندى والزعتر البري والمنزل؟ من قال نحن في حل من التذكار فالكرمل فينا وعلى أهدابنا عشب الجليل؟ سيادة الرئيس أبو مازن، شكرا لكل يد فلسطينية من الدفاع المدني التي أطفأت لوزة عن الكرمل، والتي أطفأت صنوبر عن الكرمل، والتي أطفأت رمان عن الكرمل، والتي أطفأت الطيون والزعتر. شكرا لهذه الأيادي الفلسطينية. هذه ليست فقط رسالة وطنية وإنما رسالة سياسية عميقة المعنى. شكرا جزيلا لكم. الإخوة والأخوات، كما قال الكبير الكبير، يرونها بعيدة ونراها قريبة. المؤتمر الثامن لفتح سيكون وسنكون معكم في القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey!